هؤلاء الزبائن اختاروا اقتناء لحم صغار الإبل أو ما يسمى بالحاشي لموائد شهر رمضان، بعدما ازداد الإقبال عليه وأصبح ينافس حتى لحم الخروف من حيث انخفاض السعر. هكما لاحظتوا فيه مشتريات خاصين للإبل، فيه إقبال على هذا لحم الإبل نظرا لما فيه من فوائد جمة، ناقص من الكوليسترول، فيه فوائد كثيرة وخصوصا يعني ما هو خالي من الكوليسترول، وهذه أهم حاجة اللي خلت الناس تستهلكه يعني في مكان لحم الظأن الخروف. شحوم الذروة أو ما يسمى بالشطة وكلية الحاشي بالإضافة إلى نقص مادة الكوليسترول هي الوجه الثاني لدوافع الإقبال على هذا النوع من اللحوم. الشطة هذه الشحم يجي سنام تاع الإبل، هذه راه عندها فوائد كثيرة وعديدة. مثلا أنا استعملتها بنفسي في علاج السعال الكحة. كاين دعايات أخرى تقول باللي يعني أعضاء كالكيلة تاع الجمل والكبد والرأس والشطة يعني فيها فوائد كثيرة وعديدة. وبين انخفاض سعر الكيلوغرام الواحد من لحم البعير والدوافع الطبية، يبقى الأخير المنافس الجديد الذي يبحث لنفسه على مكان بأسواق ولاية البيض.